أول نقطة في الجولة الماضية أمام الشاب بالتعادل السلبي. وقف عن لقاءات الفرق الذي تلعب في مثل هذا اليوم. هنا أحد المباريات كما قلنا قبل قليل، أوروبا واتحاد كلباء في الخامسة مع الظفرة والخليج. أما المؤجل هناك بوجود غريغوري هداف المسابقة برصيد أرباط الأولى لهذا الموسم 2011-2012. وكذلك في أحد الصحف كذلك المحلية تحدثت بين العروبة واتحاد كلباء الوصيف في مباراة صعبة على أبناء مربح. وكذلك هناك في حديث الفرنسي عبد الملك يرسل الكرة أمامية والرصيد. نتحدث عن أقوى خط دفاع فإنه نادي بالفعل دبل فجيرة عليه 11 هدف. يعود الكرة اتحاد كلباء وهنا الحكم السيد الحكم الدولي إبراهيم العاد. تعود الكرة إلى اللاعب ياو سيمون اللاعب والذي يحتل المرتبة الأخيرة. نعم إنه نزال أيها السيدات والسادة، لكن نحن نرغب عن الهدف الأول. غريغوري يمر من ركلة الزاوية. تعود الكرة المحارف اللعبة الماضية ولكنها ذهبت إلى خارج أرضية الميدان. الذي يتابع هذا اللقاء بالفعل هنا في أرضية ميدان نادي يحاول بأن يتابع هذا اللقاء كثب من أحد المعجبين والمشجعين لنادي اتحاد كلباء. فترة الانتقالات الشتوية والظهير الأيمن لنادي اتحاد كلباء عبد الله فرج أيضا ترسل الكرة العرضية هنا المحاولة ولكن تصل إلى اللاعب خط الوسط ساو. هناك اللاعب ياوسي من الوقت المحتسب بدل الضايع من عمر ومجريات الشوط الأول. تصل هناك إلى اللاعب ياوسي مون اللاعب اليفواري واللاعب خالد الكعبي لدى النادي العربي. يا سلام من البرازيلي جارليسون سانتانا يرسل الكره الى ياو سيمون اليفواري. اللعبه الماضيه حاولوا وتقدموا ولم ييأسوا تماما. بالفعل خاض 11 مباراه بخساره تامه لهذا الفريق في 11 المباريات الماضيه. مباراه ادب اليه النجم الاسمر بالفعل وروماريو البرازيلي. الكره في منتصف الميدان تعود لمصلحه نادي بالفعل العروبة. الكرة تصل اللاعب ياو سيمون ليفواري. اللاعب ليفواري ياو سيمون مركزين من مركز المدافع ومركز خط الوسط. تعود الكرة لجارليسون سانتانا. تعود إلى ليفواري هنا المحاولة. يا سلام في هذه المباراة بالفعل عندما حصلوا على النتيجة السلبية والنقطة الواحدة في اللقاء السابق. بالفعل يشاهدون ويتابعون هنا المحاولة والمتابعة بعد ذلك إلى الفرنسي غريغوري. تعود للبرازيل إلياس كانو. العرضية السيئة في اللعبة الماضية. يحاولون بالتقدم يحاولون وبحثوا عن الشباب. ذهبت إلى خارج أرضية الميدان. أيها السيدات والسادة ما زالت النتيجة السلبية تخاد. هو اللاعب أرحم كيدي. تعود الكرة في منتصف الميدان إلى اللاعب سعيد نصيب. بالفعل يشكو من إصابة بالفعل. وهنا المحل بالنسبة للمدرب منير بالخميس المدرب التونسي. بالفعل كرة في منتصف